بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن شرح إعادة طريقة استثمار الأرباح في موقع أدوس أوكي. طبعا موقع أدوس أوكي كنا قد شرحناه سابقا في شروحات كثيرة، سوف أضع لكم روابط شرحه إن شاء الله أسفل الفيديو. العموم كما ترون لدي الآن 10.52 دولار، سوف أقوم باستثمار 10 دولار وهو أقل مبلغ. سوف أتي إلى هنا، طبعا عفوا ليس هنا، هنا السحب، أنا ضغطت على السحب، بل هنا طبعا أقل أيضا مبلغ للسحب هو 10 دولار، لكن لا أريد سحبها الآن، سوف أعيد استثمارها لكي نشرح ذلك. يعني الآن أنا ربحت 10 دولار، لم أقم بإيداع، إنما قمت بالربح، والآن سأعيد استثمار ما ربحته. ويمكنك أن تودع 10 دولار وتعيد استثمارها. طبعا هناك عدة خطط كما ترون، 10 و100 و1000 و10,000 و100,000، سنختار نحو 10، يعطيك كم؟ 11%، أي يعطيك 1.10 دولار في الشهر. طيب الآن نضغط هنا، ننتظر. كما ترون قد تم خصم المبلغ وأصبح 0.52 كما ترون. لو أتينا الآن إلى هنا، كما ترون في الأسفل المفترض أن يخرج لي الآن أنني قد قمت باستثمار 10 دولار، إلى الآن لم تخرج. طيب لم تخرج إلى الآن، إن شاء الله تخرج فيما بعد، يعني لم تخرج مباشرة. على العموم إذا خرجت فسوف تجدونها هنا إن شاء الله، تجدونها هنا، لكن الآن غير موجودة. طبعا على العموم تجدونها في الأسفل ما بعد يتم التحديث. إذا تم التحديث سوف تجدونها هنا في الأسفل، تجدون التاريخ والوقت وهل تم القبول أم لا وما إلى ذلك. طيب كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ورفع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.